سيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، أهلا وسهلا بك معنا عبر قناة الحرة. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ جمال، كيف أصبح خياركم في الإمارات، خياركم المستقبلي التوجه إلى اقتصاد المعرفة ولماذا؟ اقتصاد المعرفة هذا ضرورة الآن للعالم. الدول المتقدمة التي لا تعتمد في استراتيجيتها على الاقتصاد المعرفي في مستقبل فإنها معرضة للانهيار، والاقتصاد القائم على المعرفة هو سبيل أي دولة تريد أن تبقى وتنافس على في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في تنمية قطاع الأبحاث والتطوير في الإمارات. هو مر على مراحل، تم إطلاق أولا مركز محمد بن راشد للفضاء، وكالة الفضاء 2014، ثم بدأوا يرسلون الأقمار خليفة سات وغيره، 10 أقمار تم إرسالها من ذلك اليوم. كذلك تم، هذا حاجة مهمة للجميع أن يفهمها، نحن في 2015 وضعنا استراتيجية الفضاء، ثم وضعنا السياسة العامة وكذلك الاستثمار في الفضاء. هذه المراحل، أول قمر صناعي أرسلناه شارك فيه 30% من المواطنين، ثاني قمر شارك فيه 50%. هذا المسبار الأمل الآن شاركوا فيه 100% مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة، و 34% منهم من العنصر النسائي. هذا الذي يجعلنا نفتخر بأيدي أبنائنا وبعلوم أبنائنا وبناتنا للوصول إلى المريخ في ظرف سنوات قليلة، لأن معظم المهمات الأخرى التي رحلت إلى المريخ أخذت 12 سنة و10 سنوات، نحن أخذنا 6 سنوات. وكذلك أخرجنا علماء، لم يكن هناك علماء فضاء أو مهندسين لعلوم الفضاء في هذه الفترة الوجيزة، أخرجنا كثير من العلماء، أكثر عن 200، والآن الذين يعملون في مجال الفضاء فوق 3000، وهذا أمر يجعل الدول والجامعات تثني على جهود الإمارات. عندنا نملك أفضل البنى التحتية في العالم اليوم، والحمد لله حتى في قطاع الجامعات العلمية في الدولة بدأنا ندخل مرحلة اللي هو توب 300 وتوب 400، هذا شيء نحن يشرفنا وإن شاء الله سنصل. أما في مجال التعليم دون الجامعي ففي الإمارات على في مؤشر المعرفة العالمي التعليم التقني 13 على العالم، والتعليم العادي اللي هو تحت الجامعي رقم 12 في العالم، هذا شيء كبير استثمرته الدولة لخدمة الشعب وخدمة من يعيش في هذه الدولة. الأستاذ بن حويرب، في الإمارات أيضا حديث عن إنسان المستقبل، خطط واستراتيجيات لما يعرف الآن بالثورة الصناعية الرابعة، استخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الأتمتة، كيف يمكن أن يكون الأثر إيجابي لكل ذلك؟ هناك دول ستمر عليها الثورة الرابعة، الثورة الصناعية الرابعة، ولا تعلم بها، دول فاشلة، دول متخلفة أو ضعيفة. الذكاء الصناعي أو الاصطناعي ذكاء مفيد للبشرية ومفيد للعالم. هم يقولون أن سيفقدون الوظائف وسيفقدون، لا، الذكاء الاصطناعي سيوفر وفي نفس الوقت سيوفر الأموال، وفي نفس الوقت سيفتح مجالات كبرى لوظائف كثيرة ضعف الوظائف المتوافرة اليوم. فالذكاء الاصطناعي والمراهنة على إنسان المستقبل هذا ليس وليد اللحظة، منذ عقود، والشيخ محمد بن راشد والحكومة وقيادتنا الرشيدة تتحدث عن إنسان المستقبل وكيف سيكون وكيف نحن نجهز له الأرضية. عندما يأتي المستقبل يكون الشعب جاهز للمستقبل، وهذا الحمد لله نحن مررنا
بخمسين سنة من مستوى إلى مستوى أعلى، وإن شاء الله القادم أفضل، والمستويات ستبقى في استمرارية العلو. سيد جمال بن حويرب، كمثقف ومؤرخ إماراتي، كيف تقيم تجربتكم في الإمارات بانتهاج تطوير واستراتيجيات المعرفة والأبحاث مع المحافظة على هويتكم الوطنية والتمسك بالعادات والوجه التراثي للبلد؟ هذه دولة الإمارات بنيت على أسس حضارية وقيم إسلامية، كل حاجة عندنا الحمد لله تمضي على أساس صحيح، على أساس التجديد وليس الإسراف، على أساس التقدم وليس الإهمال، على أساس التعاون وليس التضاد والفرقة. في دولة الإمارات كلنا نعمل لخدمة هذه الدولة، لخدمة من يعيش في هذه الدولة. الأستاذ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شكرا لك.